استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر الصافرية أمس سعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء حيث أدى القسم أمام جلالة الملك المفدى بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب وأمواله ومصالحه، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. وقد هنأ حضرة صاحب الجلالة وزير شؤون الكهرباء والماء معربا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في تحمل هذه المسؤولية الوطنية خدمة للوطن والمواطن، مشيدا جلالته بكفاءته التي تؤهله لأداء مهام عمله على الوجه الأكمل.